بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. منورنا ومشرفينا ومتابعتكم هي اسعد حاجه بتجمعنا على بي ان سي فود. النهارده حلقه برضو انا بعد عن الاكل خالص، اتهارينا اكل في العيد فمخففه جدا جدا جدا. حلقتنا النهارده تضرب كذا عصفور بحجر، تنفع مدارس، تنفع مصايف، تنفع نوادي، تنفع غدا خفيف، تنفع اكل سريع، وتنفع عشاء لطيف. تعالوا نشوف هنعمل ايه النهارده. النهارده هنعمل مجموعه من السندوتشات كلها وجبه كامله متكامله، بروتين، كربوهيدرات، خضار، وفي نفس الوقت لطيفه خفيفه سهله سريعه، وممكن كمان تلم لنا بواقي حاجات من البيت. تعالوا نشوف هنعمل ايه النهارده. عندنا سندوتش الدجاج البافلو، هو بافلو يعني بالصوص الحار عشان نبقى عارفين، بس هي بتتكتب كده في منيوهات المطاعم فانا بقولها كده عشان تبقوا عارفين ان ده هو النكهه دي، بس هي في الاخر دجاج بالصوص الحار. هنعمله سندوتشات بارد تماما، سندوتشات سلطه تونه، وسندوتشات سلطه فراخ، وسندوتشات سلطه بيض. هنشوف دلوقتي مقاديرنا ايه وهنشتغل ازاي. واول حاجه هنبدا بيها هي ساندويتش سلطه التونه. عشان نعمل ساندويتش سلطه التونه محتاجين توست اسمر، طبعا ممكن يكون ابيض وممكن يكون عيش فينو وممكن يكون فيينا كايزر، براحتكم بقى في العيش ما مش هندق يعني. وعلبتين تونه متصفيين من الزيت تماما. عندنا بصله حمراء مفرومه، واتنين فلفل الوان مفروم، نص كوبايه زيت زيتون، نص كوبايه زيتون اخضر شرايح، ونص كوبايه ذره حلوه، طماطمتين مفرومين، 4 معالق كبيرة مايونيز، 3 معالق كبيرة مستردة، فلفل اسود وملح. وهنقدمهم كده مع شوية طماطم تشيري وخس كابوتشا مقطعينه جوليان. ده بالنسبة لساندويتش سلطة التونة. تعالوا نبدأ نعمله أول حاجة. وأول حاجة محتاجين نعملها إن احنا نخلط السلطة نفسها. وعشان نخلط السلطة نفسها أول حاجة عايزة أبدأ بيها هي الدريسنج. والدريسنج هنا هيتكون من المايونيز، المستردة، نخلط الاتنين دول مع بعض قبل اي حاجة، مضرب سلك كده علشان ايه يدخلوا في بعض تماما فيبقى في صوص حلو ونبدأ بيه السلطة. ممكن طبعا نقلل المايونيز، ممكن نقلل المستردة، ممكن نغير الصوصات على حسب احنا بنحب ايه. كل دي حاجات لا حرج فيها وما عندناش اي اعتراض. كده الدريسنج المبدئي بتاع السلطة جاهز، فممكن نبدأ نحط كل بقى المكونات. عندي هنا فلفل رومي، فلفل ألوان أسفة، فرماه أو مقطعة مكعبات صغنطوطة، عندي زيتون أخضر شرايح، ونراعي في الملح عشان عندنا زيتون أخضر شرايح، عندي بصل أحمر، بصل الأحمر بيبقى روعة مع التونة، روعة الأحمر بالزيت كمان عن الأبيض، طماطم. لو عايزة السندوتشات دي تقعد شوية يفضل إن أنا أشيل بذر الطماطم عشان ما تعملش مية تبوش لي العيش. وعندي بقى التونة. كل الكلام ده مش عايز غير رشة ملح مش كبيرة خالص عشان عندي زيتون، والتونة كمان بتبقى مملحة أصلاً، وفلفل اسود حلو بيليق بقى الفلفل الاسود على التونه بيخليها جميله، وعلى السلطه دي بيخليها جميله. وهنبدا نقلب، نخلط كل المكونات مع بعضيها. طبعا دي لوحدها من غير ما تبقى في سندوتشات تنفع سلطه على فكره، بس احنا النهارده سندوتشات. نقلب كويس جدا، ناخد الصوص كله من تحت، الخضار كله يمتزج، عايزين كل حاجة متجانسة تماما، يبقى عندي سلطة التونة محترمة لذيذة أقدر أكلها لوحدها أو أكلها بعيش. عايزة أقول لكم إن الناس اللي عاملة دايت ينفع تشيل المستردة تحط بدلها زبادي، أسفة تشيل المايونيز تحط بدله زبادي، وتعمل السلطة دي رولات كده في الورق الخاص، هتبقى خفيفة وهيلثي ومفيش فيها أي نشويات. الناس اللي عاملة دايت مفيش فيه نشويات كتير، تنفع معاها الوصفة دي جدا، يبقى غدا ممتاز. نقلب حلو قوي علشان عايزين كل حاجة تمتزج تماما. وانا كده السلطة عندي جاهزة، ممكن الحقيقة ادوق عشان اطمن ان الملح تمام. مش عايزة اي ملح، جميلة، مش عايزة ملح خالص.
عايزه اقول لكم ان حتى رشه الملح اللي حطيتها كان ممكن استغنى عنها. الزيتون الاخضر مديها طعم وهمي. سلطه سلطه محترمه بصراحه. وهنعمل ايه دلوقتي؟ هنبدا نعمل سندوتشات. عشان نعمل سندوتشات فين القطاعه الخشب الكبيره بتاعتي يا جماعه؟ هاتوها لي القطاعه الخشب الكبيره بتاعتي. شكرا. عبال ما البلانشة تيجي نشتغل عليها كده عشان نعمل ايه شغلنا ببساطة وبسلاسة. خلينا نشوف مقادير تاني ساندوتش معانا وبعد كده نرجع نعمل الساندوتشات التونة. ساندوتش الدجاج البافلو، علشان نعمله محتاجين عيش فيينا. عيش فيينا العيش الفينو الكبير اللي انتوا شايفينه ده اللي بيتقدم فيه ساندوتشات المطاعم، موجود في كل المخابز دلوقتي وكل الهايبر ماركت كمان بتبيعه. ثلاث صدور دجاج مشوية ومتقطعة مكعبات، أي بقى بواقي فراخ تنفع للوصفة دي. بصلة بيضة متقطعة مكعبات صغيرة. نص كوباية خيار مخلل مفروم. كوبايتين خس كابوتشا مقطعينه جوليان. ونص كوباية صوص حار. نص كوباية مايونيز. ربع كوباية زبادي. ونص كوباية جبنة ريكفور ممكن الاستغناء عنها للي ما بيحبهاش. ملح وفلفل أسود. هبدأ أول حاجة بنفس الطريقة ان انا اعمل الصوص. وعشان اعمل الصوص محتاجة الزبادي، والمايونيز، والصوص الحار. فين اي اتجاه؟ يلا بينا. والجبنة الريكفور. الجبنة الريكفور عايزة اكسرها بالشوكة كده قبل ما ابدأ شغل. لو عايزة اكسرها بايدي مفيش اي مشكلة اعملوه كده. لو هي اصلا حتة عندي كده ايه كان عندي جبنة وفضل في العلبة شوية فتافيت تنفع جدا في الوصفة دي. والفراخ زي ما قلت لكم اي بواقي فراخ تنفع عندكم في الوصفة دي. بالشوكة كده هكسرها قبل ما اقلب، عشان انا عايزاها تدوب وسط الدريسنج. بتظبط الصوص ده جدا، بس انا عارفه ان في ناس ما بتحبهاش اطلاقا، فالناس اللي ما بتحبهاش اطلاقا هتستغنى عنها مفيش مشكله خالص. بس كده اللي انا عايزاه بالظبط ان هي تبقى حتت وسط الصوص. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ مضرب سلك بقى، علشان المضرب السلك هيديني توزيع احسن للصوص بتاعي وهيخلي كل حاجة متجانسة تماما. نيجي كده وتقليب وكده الدريسنج بتاعنا جاهز. طيب ايه الخطوة التانية؟ الخطوة التانية تحضير السلطة. خلينا نجيب الدريسنج على جنب ونجيب بولة كبيرة كده نشتغل فيها براحتنا. هحط هنا البصل، الكابوتشا، الخيار المخلل، وقطع الفراخ. هقلب كل الكلام الجميل ده مع بعضه. وكده بداية السلطة جهزت. طيب في فاضل عندي خطوة واحدة بس، ان الدريسنج ده محتاج رشة ملح ورشة فلفل اسود وبرضه مش كتير عشان الريكفور حدقة وعندي خيار مخلل، بس الرشة الصغيرة دي هتكون اكتر من كفاية، ممكن من غيرها خالص. فلفل اسود بقى براحتكم لانه بيخلي برضو الصوص حلو، بيليق جدا على الصوص اللي احنا عاملينه ده. هنقلب تقليب 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 تقليب. وهنيجي ننزل الصوص كله او الدريسنج كله على مكونات السلطه. طب لنفترض ان حضرتك او حضرتك عايزين تحطوا فلفل، عايزين تحطوا طماطم، عايزين تعملوا اي تغيير، في مشكله؟ لا خالص، دي سلطه يا جماعه، يعني براحتكم تماما، عيشوا حياتكم وغيروا فيها زي ما انتوا عايزين. هقلب الفراخ مع الدريسنج مع الخس مع ال عايزه اقول لكم ان في حركه كده احيانا بعملها اني بحط بدل الخس كرنب ابيض وجزر زي الكول سلو،
بتبقى جميلة جدا جدا جدا. كل دي أفكار تقدروا تعملوها، أنا بديكوا فكرة أساسية، لكن الإبداع والتغيير يرجع ليكم طبعا، وأنا عارفة أن أنتوا بتعملوا تغييرات جميلة بتعجبني بصراحة وبتبهرني أحيانا، وأقعد أقول إيه ده أنا ما فكرتش الفكرة العظيمة دي ليه. فأنتوا بتعملوا أفكار جميلة قوي، فبراحتكم خالص. الأساس بناخده مع بعض وبنذاكره وبنحفظه وبنفهمه، لكن التغييرات كلها بترجع لذوقنا الشخصي. تعالوا نشيل الدوشة اللي عندنا دي ونبدأ بقى نعمل الساندوتشات. كده احنا مجهزين سلطتين لحد دلوقتي، سلطة التونة وسلطة دجاج البافلو أو الدجاج اللي بالصوص الحار. نجيب بقى القطعة الكبيرة بتاعتنا، العيش التوست عندي أهو، وعندي كمان الفيينا. جوانتي بقى ونشتغل بإيدينا كده براحتنا نعمل ساندوتشاتنا، وده كل اللي محتاجين نعمله. طبعا ساندوتشات زي دي مناسبة جدا ان احنا ناخدها معانا النادي، مناسبة جدا ان احنا ناخدها معانا البحر، بس افضل جدا جدا ان احنا نحطها في كول بوكس او حاجة تكون هتحفظ الحرارة شوية. جوانتيات سمول يا جماعة، جوانتيات سمول. عادي نجيب المسلمات بتاعتنا. بالظبط، الحلقة تتنظر. طيب انا هحاول اتعامل بالجوانتي الكبير. يلا توست بني جميل مفيد لذيذ مليان الياف هيشبع الولاد، واحسن ليهم كتير من التوست الابيض بصراحه. نقدر نعمل الساندوتش اتنين وممكن نعمله ثلاثه براحتكم. انا هجيب المكرونه السلطه هنا ونبدأ نشتغل. حابين تشيلوا أطراف التوست أوكي، أنا مش حابة بصراحة، أنا بحب أعمل زي خط إنتاج كده. خط إنتاج يعني إيه؟ يعني اللي انتوا شايفينه ده، كل حاجة تبقى متروضوقة كده قدامي وأنا بشتغل. نوزع تمام، نوزع، انت مليان زيادة عن اللزوم، منبالغش في ملي الساندويتش عشان العيش يستحمل ما يبش مننا، ولازم يبقى فيه توازن. لا احس ان انا باكل حشوة اكتر من العيش، ولا احس اني باكل عيش اكتر من الحشوة. وممكن كمان الحقيقة نعمل حاجة شكرا، ناخد كده الاول شوية خس. ونكمل وناخد سمر على التليفون واحنا بنعمل السندوتشات بتاعتنا. يا سمر اهلا وسهلا. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا سمر؟ ازيك يا شيف ساره؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك يا شيف ساره؟ الحمد لله يا حبيبتي، بخير طول ما انت بخير. عامله ايه؟ كويسه زي الفل الحمد لله. كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي. عليك يا ساره، كنت عايزه اتصل بيكي بقالي كتير عشان اوصلك، وبالعافيه استاذن لك. ممكن اخد رقم تليفونك حبيبتي؟ خد حضرتك تتصلي بيا بعد الهوا ضروري بالله. حاضر عليك. حاضر يا حبيبتي، خدي من الكنترول حالا واهلا عليك يا ساره. حاضر يا حبيبتي. حاضر يا حبيبتي، من عيني الاثنين. ادوني التليفون يا جماعه. ماشي شكرا، ونكمل. شكرا يا سمر على تليفونك يا حبيبتي واهلا بيكي. شويه الخس شوية السلطة وممكن على فكرة الساندويتش ده يبقى كلاب. كلاب يعني ايه؟ يعني ثلاث شرايح توست. ممكن نعمل دلوقتي كده نيجي نحط هنا كده، وبعد كده شوية خس كمان. ده لو انا عايزه اعمله كلاب، لو انا عايزه اعمله بس شريحتين عادي جدا طبعا براحتي. الكلاب بيبقى شكله احلى شويه في التقديم، فلو عندي عيد ميلاد او حفله او حاجه. طبعا الوصفات دي كلها مناسبه جدا جدا لحفلات اعياد الميلاد والنجاح وكل الكلام الجميل ده، تنفع معاه الوصفات دي جدا.
ونغطي بشريحة كمان اهو بس كده. التلاتة ده كده بقى كلاب، عشان تعرفوا الفرق اهو، عشان تعرفوا الفرق بين الساندوتش العادي والساندوتش الكلاب. الكلاب ثلاث شرايح توست، ده كل الموضوع بس. شكرا جزيلا، ولا اي حاجة غير كده. ماشي، عندنا ايه كمان؟ نكمل. عايزين تونة هنا وتونة هنا. واديكوا شفتوا الموضوع بسيط خالص، نفس اللي عملناه دلوقتي هنعمله في سندوتشات الفراخ البافلو. هنعبي العيش ونعمل سندوتشات جميلة تنفع زي ما قلت لكم، عيد ميلاد، نادي، سفر، طريق السفر. أهم حاجة بس السندوتشات دي فيها مايونيز يا جماعة، فما نسيبهاش في الشمس عشان بعد الشر ما حدش يتعب أو يحصل له حاجة، ناخد بالنا جدا من النقطة دي. فدايما حرصوا من السندوتشات اللي فيها جبن ومايونيز في الحر. يعني اوكي نعملها بس نراعي في حفظها ان احنا ما نبقاش معرضينها لدرجه حراره. ما اجيش مثلا اعمل سندوتشات مليانه مايونيز واحطها جنب الفرن والفرن شغال، الحراره دي هتبوظ لي المايونيز وهيحصل حاجات مش لطيفه خالص، خصوصا مثلا هنا عندنا تونه كمان. فناخد بالنا بس من الحاجات الصغيره دي اللي ممكن تعمل ايه كوارث. ادي كده السندوتشات جهزت وبقت زي الفل. ممكن نعمل واحد كلاب كمان. يلا نعمل ده كده كلاب، يبقى عندنا اتنين كلاب والباقي ايه عاملينه عادي، ساندوتش عادي. طيب ايه رايكم قبل ما انا اكمل الساندوتشات دي تطلعوا فاصل صغير جدا، ولما ترجعوا منه نكون عملنا ساندوتشات البافلو ونبدا نشوف عندنا ايه تاني ساندوتشات بارده في حلقتنا. مستنياكم. رجعنا من الفاصل وعملنا ايه وانتم مش موجودين؟ عملت الكلاب ساندوتشز معاكم، قطعناها كل واحد نصين، خلت سنين وطماطمايه، زيتونيه، فلفلايه، كله يمشي وكله هيدينا نتيجه ممتازه وكله زي الفل. وادي ساندوتش الفراخ البافلو بالظبط. كل اللي عملناه برضو ان احنا حطينا في العيش وبنقدمه برضو على بورد كده جميلة. لو احنا طبعا طالعين نادي او حاجة لفوه بورق خبزة او ورق اسمه ايه؟ زبدة ولفه كويس قوي زي السندوتشات اللي بتجيلنا من المطاعم. وممكن بعد الزبدة تلفه بفويل علشان تضمنوا ان هو محفوظ تماما وتاخدوه معاكوا ايا كان المكان اللي انتوا رايحينه. انا كده ايه عايزة اوسع بينهم شوية ومنظر بس كده. طماطمية صغنطوطة بين كل واحد وواحد، مجرد منظر طبعا ملهاش علاقة بالأكل خالص. يلا هوديهم هناك ونيجي مع بعض نشوف عندنا ساندوتشات ايه كمان. يلا بينا نبدأ. بس يعني بصي ماشي كلامك، اللي انت تقولي. عايزانا نبدأ بإيه؟ تأمري. ماشي، روان قالت هنبدأ بسلطة الفراخ، يبقى هنبدأ بسلطة الفراخ. وسلطة الفراخ علشان نعملها محتاجين التالي: عيش فيينا اللي هو العيش الفينو الكبير ده اللي انتوا شايفينه، ثلاث صدور فراخ مشوية ومقطعينهم مكعبات، اتنين فلفل ألوان مفروم، وفلفلية رومي مفرومة، كوبايتين خس كابوتشا متقطع جوليان، بصلة حمراء مفرومة، نص كوباية ذرة حلوة، ونص كوباية زيتون اسود شرايح، كوباية طماطم تشيري مقطعينها نصاص، ونص كوباية مايونيز، معلقتين كبار مستردة، ونص كوباية كاتشب، ملح وفلفل اسود. هنجيب بولة كبيرة كده لطيفة نشتغل بيها. ودخلوا لنا بولات كبيرة يا جماعة بعد اذنكم عشان دي اخر واحدة. ويلا نشتغل. هنعمل ايه؟ اول حاجة الصوص. ناخد المايونيز، عارفين بنبدأ بيه ليه؟ عشان تقليبه يبقى سهل، نتأكد انه تقلب كويس قوي بعد كده نشتغل الحاجات التانية.
الكاتشب المستردة وعلى طول كده نزله بالملح والفلفل الاسود على الصوص. ولما نيجي نحط الملح نبص بصه انا عندي ايه، عندي فراخ عليها ملح، عندي زيتون، يبقى انا محتاجه ملح قليل، رشه صغيره هتأدي لي الغرض وزياده. فلفل اسود بقى براحتي على حسب الذوق، اللي بيحبه قليل اوكي، اللي بيحبه كتير اوكي، اللي ما بيحبوش خالص برده اوكي مفيش مشكله ابدا، انا بحبه متوسط يعني بحبه بصراحه، بس بقيت بقلل، اللي عندهم مراره يبتعدوا عنه بيبهدلهم. ونقلب وكده عملنا الدريسنج. طيب بعد الدريسنج الجميل ده عايزين نعمل ايه بقى؟ السلطه نفسها. كده عشان كده بقول لكم ابداوا دايما بالصوص، اطمنا انه اتقلب واتخلط كويس بدل ما يقعد يخبط لي في حتت فراخ وحتت زيتون وابقى مش عارفه اقلبه. على ايه بقى وجع القلب ده؟ انا اقلبه واخلص منه في الاول وبعد كده اكمل حاجتي عادي جدا. عندي فراخ، اي بواقي فراخ تنفع، اي لانشون، اي سوسيس، كل والله بينفع يا جماعه في الحاجات دي، انتوا مش فاهمين يعني اي كده حاجات باقي عندكم بتخليها جميله. عندي ذره حلوه وغيروا براحتكم في الانواع والاصناف. فلفل الوان، طماطم، ممكن تشيري وممكن طماطم عاديه، انا بحب التشيري شكلها احلى مش اكتر يعني، لكن التانية هتأدي لي نفس الغرض ونفس الطعم. حطينا بصله حمراء مفرومه، فلفلايه رومي مفرومه، زيتون شرايح، وهقلب. سلطه الفراخ، الله على الريحه، عايزه كده اطمن على الملح، او ممكن يعني نعتبر ان انا بتلكك عشان ادوق بصراحه. مش محتاجه اي ملح، هي الرشه الصغنطوطه اللي حطيتها لها كانت كفايه جدا، كلها هنشيلها. المستردة اضافتها لطيفه جدا، عايزه اقول لكم ليه، تدي كده طعم مزازه خفيف قوي، فطعم المزازه الخفيف قوي ده بيحل الموضوع جدا، فحطوها ما تستغنوش عنها. والخس الكابوتشا ده اقدر احطه في الساندوتشات واحطه فوق الخلطه او احطه وسط الخلطه براحتكم. انا هعمل يعني وصفه الفراخ الاولانيه حطيته وسط السلطه، الوصفه دي لا هحطه في الساندوتش وبعد كده احط عليه الفراخ. طيب نبدا شغل، هنعمل ايه؟ عايزين نفتح العيش ده، ونبدا نعمل ساندوتشات. وممكن كده وانا بفتح العيش اقول لكم مقادير. احنا ما عندناش مقادير تاني صح؟ ليه مش منزلين مقادير تاني؟ احنا بننزل اتنين اتنين. طيب ايه رايك نطلع فاصل يا مصطفى؟ يلا ماشي، واحنا كده بنعمل ساندوتش مع بعض ناخد رودينا على التليفون وبعد كده نطلع فاصل. يا رودينا اهلا وسهلا. انتي عامله ايه يا روحي؟ كويسه. يا حبيبتي انا زي الفل، انتي تمام؟ تمام. انا كويسه يا حبيبتي. الشندوتشين اللي انت بتعمليها حلو قوي يا روحي، انت لما تعالي لي مره وانا اعمل لك زيهم بالظبط، ايه رايك؟ ماشي ماشي يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه يا رودينا. عايزه طريقه البسبوسه. بسبوسه من عيني يا حبيبتي، حاضر تأمريني. وانت طيبه. وانت طيبه يا روح قلبي، شكرا جزيلا. فتحنا العيش، حطينا شويه خس، والسلطه بتاعتنا تيجي على الوش. شويه سندوتشات بقى بصراحه يعني ما يستاهلوش غير بقكم الحلو ده، ويعني كده ايه تفرح، ولا تقولوا لي مطعم ولا بطيخ، في البيت اهي على نظافه وتلم اي بواقي وتنفع لمليون حاجه، محدش له حجه. تملوش لا كتير قوي ولا قليل قوي، العقل حلو يعني، بس كده حلو قوي. وادي ساندويتش جميل ولطيف ولذيذ. وهنعمل ايه؟ هنطلع فاصل اكمل انا بقيه الساندوتشات ونشوف كمان لسه عندنا سلطات ايه النهارده مستنياكم.
بجيب الطلبات يا مصطفى. مصطفى يا جماعه راجع بعد البريك فجاه لقاني مش واقفه. اه بعمل ايه؟ بجيب العيش ده من بره، فعلا بجيب ما اجيبش العيش يرضيك. يلا رجعنا من الفاصل وعملنا ايه؟ تعالوا ناخد بصه كده مع بعض. يبقى لحد دلوقتي احنا عاملين كلاب ساندويتش سلطه التونه، عاملين ساندويتش سلطه الفراخ، عاملين ساندويتش سلطه الفراخ الحاره او فراخ بافلو. الثلاثه من الاخر يعني جربوهم وادعوا لي كلهم تاني، باكد ينفعوا النوادي، ينفعوا الرحلات، ينفعوا السفر، ينفعوا حفلات اعياد الميلاد، يتعملوا ميني ساندويتشز كده للحفلات ممتازين، ينفعوا عشاء، ينفعوا غدا خفيف، ينفعوا حاجات كتيره جدا. اهم حاجه لو هناخدهم بره البيت بحر او نادي او 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 تمرين، نراعي بس ان هم ما يتعرضوش لحراره علشان فيهم مايونيز، مش عايزين حاجه تبوظ ولا قدر الله حد يحصل له اي حاجه. طيب ايه اخر ساندويتش معانا النهارده؟ ساندويتش سلطه البيض. طريقه لطيفه جدا عشان ناكل البيض المسلوق اللي غالبا كل ولادكم بيغلبوكوا عشان ياكلوه، مش هياخدوا بالهم اصلا ان في بيض مسلوق، واذا خدوا بالهم هيحبوه. تعالوا نشوف ايه الوصفه دي بنعملها ازاي. المره دي هعملها رول في خبز مكسيكي، لكن طبعا ينفع تعملوها في اي عيش انتوا عايزينه. خبز مكسيكي اللي هو تورتيا، لكن اي عيش تاني يجوز ولا اي مشكله. ينفع على فكره عيش الصاج السوري، ينفع رقاق قطري بيبقى ممتاز، وينفع كمان العيش اللبناني العادي اللي بنجيبه اكياس من السوبر ماركت. كل الحاجات دي تنفع، ما فيش فيها اي مشكله. كوبايتين خس كابوتشا مقطعينهم جوليان، 8 بيضات مسلوقين ومقطعينهم مكعبات او حتت. عفوا، نص كوبايه شبت مفروم. الشبت مهم جدا جدا جدا، وخلوني اكد على ده 100 مره في الوصفه دي، بيكسر تماما طعم البيض اللي بيضايق الناس. فالشبت ارجوكوا نص كوبايه شبت مفروم، 2 فلفل الوان مفروم، كوبايه ذره حلوه، نص كوبايه جزر مبشور، ونص كوبايه خيار مخلل مفروم، نص كوبايه زيتون اسود شرايح، نص كوبايه مايونيز، ومعلقتين كبار مستردة، ملح وفلفل اسود. هنقدم معاه شويه بطاطس مقليه او مشويه. تعالوا بقى نشوف حاجه كده في البيض ده. بص يا مصطفى، انت معايا؟ شايف يا مصطفى اللون الرمادي اللي الصفار عامله ده؟ اللون الرمادي ده مش حلو، مش تمام، معناه ان الصفار ده اتسلق زياده. مش بايظ ولا حاجه، تمام، بناكله زي الفل ما فيش مشكله، بس معناه انه كان لازم يتسلق اقل من كده شويه. طب اقل من كده يعني ايه؟ من 5 لـ7 دقائق بالنسبه لي المثالي، 5 دقائق بيطلع الصفار اصفر جميل جدا جدا جدا، وما فيش فيه اي لون رمادي، وبيبقى فيه سنه صغيره مرطبه كده جوه، مش طريه، مش سائل، رطبه شويه. انتوا عارفين قصدي ايه. طبعا اللي هيقل عن الوقت ده هيطلع البيض معاه طري اكتر، اللي هيزيد عن كده هيبدا يغمق 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 لحد ما يروح للون الرمادي. فسلق البيض على قد ما يبان حاجه بسيطه جدا، بس جربوا كلوا بيضه مثلا كده من اللي اخذت اللون ده، وبيضه من اللي اتسلقت صح، فرق رهيب. مفيش اي زفاره، مفيش اي طعم البيض اللي يضايق ده، ما بتتعبش حتى المعده، فرق رهيب جدا جدا في النتيجه بين الاثنين. مين بقى عبقريه سلق البيض عندنا؟ وعلى فكره يعني ما تفتكروش ان هي شغلانه بسيطه، لا، اختي هاجر. اختي هاجر ملهاش في الطبخ خالص، بس عليها حته بيضه مسلوقه، يا لهوي بتبقى جميله كده وطريه، وفي نفس الوقت ماسكه نفسها. لسه عامله لنا امبارح بالليل وقعدنا بقى نتعشى انا وهي، جبنه قديمه وبيض مسلوق. الحاجه البسيطه دي زي فرق الدقيقه او الدقيقتين ده بيفرق جدا على فكره يعني، وبيفرق جدا في النتيجه النهائيه. وطبعا هاجر ممكن تقول لكم بما ان هي ايه ملكه سلق البيض عندنا في البيت، بتسلق احلى بيض. يلا بينا ناخد بوسينة على التليفون واحنا بنعمل الدريسنج. بنعمل الدريسنج يعني ايه؟ يعني هحط المستردة والمايونيز وعليهم ملح وفلفل اسود واقلب، وانا بكلم بوسينة. بوسينة منوراني. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله كويس. اخبارك؟ بحب اكلك قوي. تسلمي يا روح قلبي، ده من ذوقك انت جميلة. سفارة، انا عايزة اعرف مقادير التحت والبسكويت. كحك وبسكويت، حاضر، من عيني الاثنين يا حبيبتي. هقول لك حالا مقادير الكحك وبس. ماشي. بسكوت ايه؟ بسكوت عادي، بس اشرحي لي اكتر. اه طيب يا حبيبتي. روان، بما ان هيبقى عندنا سيجمنت بقى كده هادي، فجمعي لنا الاسئله هنجاوب عليها بالتفصيل. ماشي، ادخلي بقى على صفحتي. طلع ولا من غير، انا حافظاه، بس يعني ممكن نطلعه برضو احتياط لاكون نسيت حاجه سهوا.
طلعي لنا كحك وبسكوت. ميرسي يا روحي. كده جهزنا الدريسنج، مستردة على مايونيز، والمستردة رائعة مع البيض المسلوق، على فلفل اسود وملح ورشة ملح صغيرة خالص. نحط بقى كل المكونات. الذرة، لازم طبعا الذرة نكون مصفينه من المية، شوية جزر مبشور. عمال انا احاول ازوغ لكم كده اي خضار جوه، خلي الولاد تاكل خضار ايه من غير ما توجع دماغنا. شوية فلفل الوان، الشبت، الخيار المخلل، الزيتون. نحط الخس هنا ولا نحطه؟ خلينا نحطه هنا. يلا بينا، ان شاء الله ما حد حوش. وبيض، ونقلب الكلام الجميل ده واحنا بنكلم يسرى. يا يسرى اهلا بيكي. مساء الخير. مساء الفل يا حبيبه قلبي، اهلا وسهلا. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بزي الفل وبخير. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي وبالف صحه وسلامه. انا اول مره اكلمك يا بنين. حبيبتي مبسوطه اني سمعت صوتك وما تكونش اخر مره باذن الله. شوف انا عندي سؤال. اموريني حبيبتي اتفضلي. بالنسبه لما اعمل كيكه جوز هند او الشوكولاته، احط قد ايه البيكنج باودر؟ حسب يا حبيبتي مقاديرك. مقاديرك ايه؟ طب ممكن تكلمي طلب معلش يعني؟ اموريني طبعا. كنت عايزه وصفه كوكيز بالشوكليت شيبس. كوكيز شوكليت شيبس، واقول لك تحبي اقول لك مقادير كيكه مظبوطه، كيكه شوكولاته مظبوطه؟ تمام. هقول لك مقادير كيكه شوكولاته مظبوطه، وانت لو عايزه تحطي فيها جوز هند مع الشوكولاته ينفع على فكره. تمام ماشي. اوكي يا حبيبتي ماشي كده. ميرسي يا روح قلبي اهلا وسهلا. روان اكتب لنا الكلام ده. ميرسي يا حبيبتي شكرا. والسلطه بتاعتنا بقت جاهزه. هنعمل ايه؟ نشيل الزحمه دي. يلا بينا ونيجي نشتغل. زي ما قلنا عيش مكسيكي، رقاق طري، عيش بلدي، والله العظيم كله بينفع ولا حاجه بتقول لا. فينو، توست، عيش سوري، عيش صاج، براحتكم اللي موجود. حالا هعمل لك كده. يلا هنجيبها كده وانا هعمل فيها حركه كده ايه نميسه. مبدئيا العيش بتاعي اهو عيش مكسيكي تورتيا، كلنا عارفينه، عملناه في البرنامج مع بعض وكان ناجح جدا معاكم الحمد لله، التطبيقات كانت جميله. وهنعمل كده مع بعض دلوقتي ساندوتشات. انا هعمل ايه؟ هحط جوه الساندوتش مع سلطه البيض كم وحده بطاطس كده. وهاجي بخلي الطرف ده هنا، وهنا بسيب شويه مساحه عشان انا حتمي عايزه اقفل الساندوتش بتاعي، مش عايزاه يبقى مفتوح من ناحيتين عشان لما الولاد يجوا يمسكوا ياكلوا او احنا نيجي نمسكه ناكله ما الاقيش كل الحشو عماله تقع مني من تحت ومبهدلاني. فبنسيب طرف كده هنا معايا مصطفى. ايوه المساحه دي اهي فاضيه عشان حاجه بتنيها كده اقفلها. فهمتوا بقى القصد؟ فده بس ملحوظه عشان تعرفوا احنا عاملين كده ليه. مش هنعمل ايه دلوقتي؟ ناخد من الحشوه الجميله بتاعتنا سلطه البيض الحلوه دي وهنحط هنا بالقدر اللي احنا نحبه. والله عايزين الساندوتش مليان كتير، عايزينه مليان نص نص، كل واحد وذوقه، وانا مش هحكم في حاجه زي دي، انتوا بس اللي تحكموا. انا احبش العيش يبقى يعني ما احبش احس اني باكل عيش فاضي فبزود سنه. وبصوا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل كده، نجيب الطرف ده، وبعد ما اجيب الطرف هقوم جايه كده اهو لما بقى وابرم اي حاجه تقع من هنا دخلوها تاني عادي خالص. بس كده هاجي بعد كده. انا احب بقى ايه الحركه دي، احب ادخل كده حبه حشوه من فوق عشان اللي ياكل يبقى شايف كده جوه الساندوتش ايه. بس كده، ايه رأيكم؟ ساندوتش محترم وجميل وخلص معانا في ثواني.
يلا نجيب بورد ونبدأ نرص عليها، خليها جنبنا كده أحسن. وآدي أول ساندويتش معايا، نكمل بنفس الطريقة. أنا هسيب الطرف هنا حبة فاضيين. يا بوتاجاز ما تعمل لناش أزعرينا بقى. أه. بوتاجازات الديجيتال دي يعني بصوا بقى ممل آخر ملل، كل ما تلمسوها تقعد تديكوا ألارمات وتصفر وتزمر وما تبقوش عارفين هي عايزة إيه. مفيش أحلى من البوتاجاز أبو عين ده، كده تفتحوه النار تضرب في وشنا بس حلو جدا، مش كده ولا إيه؟ شكرا جزيلا. سلطه البيض نازله لكم على الهوا دلوقتي اهو تاني عشان اي حد فاتته. واحنا بنعمل نفس الحاجه، حطينا شويه بطاطس وهنيجي نحط سلطه البيض. طبعا عايزه اقول لكم حاجه، الرول اللي احنا بنعمله ده ينفع باي حاجه من الحاجات التانيه اللي احنا عملناها، يعني بمعنى ايه؟ ينفع بسلطه التونه، وينفع بسلطه الفراخ الحاره، وينفع بسلطه الفراخ العاديه، وينفع بأي فكرة من دول انتوا تاخدوها. ممكن تخلوها خضار بس، ممكن تخلوها قطع جبن، يعني ايه المشكلة ان انا اعمل نفس السلطة دي هي هي بس احط بدل البيض حتت جبنة بيضة؟ هتقول لا يعني، مفيش اي مشكلة. انتوا هتحطوا ايه ده براحتكم، ما عندناش عليه اعتراض. نلف الساندويتش بإحكام ونيجي كده نشوف ايه الطرف، ايه اخباره، محتاج كده ازغل العين اللي هيجي ياكل بشويه حشوه كده من فوق ولا هو تمام؟ انا شايفه ان انا ممكن ازغل العين وكده بشويه حشوه تجوعه. دايما عيننا بتاكل قبل بقنا، قلنا ده كتير. ما دام تعبت وبذلت الجهد يبقى اكمل جهدي للاخر واعمل حاجه محترمه وحاجه كده احطها على الترابيزه اتشرف بيها وابقى فرحانه ان انا بذلت جهد في حاجه فعلا حلوه. ادي تاني ساندوتش معانا. طبعا الساندوتشات دي بنفس الطريقه، تقدروا تلفوها بورق الخبز، بورق الفويل، بالستريتش، هتبقى مريحة معاكم جدا 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 في أي تنقلات أو أي حركة وهتريحكم. شوية بطاطس كمان وده بفكركم دايما إن احنا نسيب كعب العيش فاضي علشان هنقفل بيه، لو حطينا فيه حشوة اللي هيجي ياكل هيتبهدل على الآخر. بطاطسات صغيرين كده بس حلو. يلا ناخد حشوة ونحشي الساندويتش تماما. ونيجي بنفس الطريقة نلف، نقفل الطرف وناخد حالا، نلف ده ونطلع الفاصل ونلف نبرم حلوة قوي وبس. بقى عندنا رول كمان زي الفل وزي القمر. حركة الإغراء ان احنا نملي كده فوق، نملى فوق مش نملي بس، ونقدم. وايه رايكم عبال ما نلف بقيه الرولات تطلعوا فاصل صغير جدا ولما ترجعوا منه نكمل حلقتنا مع بعض، مستنياكم. وصل ومعملناش اي حاجه غير ان احنا كملنا رولات ساندويتش سلطه البيض، وكده نبقى كملنا مجموعه جميله جدا 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 من الساندوتشات هتنفعنا في مناسبات وخروجات وتمرينات وحاجات كتيره جدا تنفع مناسبه قوي للصيف خفيفه. احنا محتاجين اكل خفيف خصوصا بعد الطلعه بتاعه العيد الكبير دي بتبقى صعبه قوي، فمحتاجين نخفف شويه باكل اخف. تعالوا كده نبص تاني احنا عملنا ايه. منظر الصراحة ايه جوع،
انتوا عايزين دي بالطول كده ولا دي تمام؟ الرصه بالنسبه لكم تمام؟ اوكي. يعني انا عندي معلش مشكله سيمتريه انت عارف. بقعد لازم يبقوا على نفس نفس الاكس بالظبط عشان بتضايق بس. اوكي احنا كده ممكن نقدر نقول ان احنا بدانا نبدا سيمتريك، نبقى سيمتريك. ماشي انا كده مبسوطه، انتوا مبسوطين؟ زي الفل. يبقى عملنا ايه النهارده؟ عملنا اول حاجه سندوتشات سلطه التونه، عملناها بتوست، مع العلم ان كل السندوتشات دي نقدر نبدل العيش على مزاجنا باي عيش تاني احنا عايزينه، وينفع كلها بلا استثناء برضو تتقدم سلطات عادي جدا لو عاملين بوفيه سلطات في اي مناسبه سعيده. ساندوتش سلطه التونه، ساندوتش سلطه الفراخ الحاره البافلو، ساندوتش سلطه فراخ عاديه مع الخضار، ساندوتش او رول سلطه البيض مقدمين معاه بطاطس مشويه وبطاطس مقليه، ودي برضو عشان بقيه السندوتشات. وزي ما انتم شايفين كده الموضوع لذيذ وجميل ولطيف وسهل وسريع وما غلبناش والدنيا لذيذه جدا. كان عندنا بقى شويه اسئله كده جات لنا فهنجاوب عليها كلها دلوقتي. بالنسبه لكحك العيد مقاديرنا هتكون كالتالي: كيلو دقيق، كوبايتين ونص سمنه، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره سكر، معلقتين كبار سمسم، معلقتين كبار ريحه كحك، كوبايه لبن. بناخد السكر نعمل ايه؟ ندوبه في اللبن هو والخميره ونسيبهم على جنب كده يعملوا لنا شويه رغوه. ده كده بالنسبه للسكر واللبن والخميره. بناخد السمنه نقدحها. يعني ايه نقدحها؟ يعني نحطها على النار لحد ما الاقيها طلعت دخان وانا شم ريحتها وعجباني، ما احرقهاش طبعا بس شم ريحتها وريحتها بتتحمص كده وجميله. وانس ان السمنه اتقدحت هاخد السمنه دي انزلها على الدقيق اللي هكون خلطه معايا ريحه الكحك والسمسم، واسيبها تنزل تفور عليه كده لحد ما تظبطه وتدي له الطعم المحمص الحلو بتاع الكحك اللي احنا بنحبه. عملنا الخطوه دي ونبدا نقلب كويس جدا ونخلط الدقيق مع السمنه حلو قوي، وهنلاقيه مفرول كده وشكله ما يصرش العدو ولا حبيب ونقول ايه الكحك باظ مننا، لا خالص انتوا ماشيين صح. وبعد كده بنبدا نضيف اللبن اللي احنا مدوبين فيه السكر والخميره ونعجن. انا بعجن الكحك بلبن، في ناس بتفضل تعجنه بميه ما فيش مشكله، ما عنديش اعتراض يعني، بس انا بفضل اعجنه بلبن. وبنسيبه يختمر شويه مش كتير، او انا افضل كمان ان احنا نشكله على طول من قبل ما يختمر، وبعد ما يتشكل يبقى يختمر براحته. وبنسيبه في الصينيه كده وما فيش حاجه بسيطه خالص يعني، بننقش طبعا وبنعمل الشكل اللي احنا عايزينه ونخبز في درجه حراره 150. انا فاضل من عندي شويه سلطه تونه وشويه سلطه بيض، قدمتهم سلطات عاديه خالص، فعشان كده بقول لكم الوصفات دي تضرب لنا عصفورين بحجر. احنا مش بس عملنا سلطه، عملنا من السلطه سندوتشات وعملنا افكار جميله جدا. خلينا نقدمهم هنا. تاني سؤال اتسالنا عليه: بسكوت الشاي، كوبايتين ونص دقيق، نص كوبايه نشا، كوبايه زبده طريه، كوبايه سكر باودر، بيضه، معلقتين صغيرين سائل فانيليا، معلقه صغيره بيكنج باودر، وربع معلقه صغيره ملح. بسكوت عادي جدا، الزبده تتضرب مع السكر مع الفانيليا، بعد كده بنخلط كل المكونات الجافه ونضيفها، نعجن عجن بسيط جدا لمجرد ان العجينه تبدا تتماسك نشكل او نقطع بالقطاعات او بالاشكال اللي احنا عايزينها، ونخبز في درجه حراره 150 ل 180 فرن سخن. مهم جدا انه يكون فرن سخن. كيكه الشوكولاته كمان اتسالنا عليها. كيكه الشوكولاته يا جماعه كوبايه ونص دقيق وكوبايه ونص سكر وثلاث ارباع كوبايه كاكاو خام. عندي كمان بيضتين، نص كوبايه زبده سايحه او سمنه سايحه او زيت كلهم ينفعوا، معلقه صغيره سائل فانيليا، نص معلقه صغيره بيكنج صودا، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، ثلاث ارباع كوبايه لبن رايب، وثلاث ارباع كوبايه ميه سخنه مغليه، وربع معلقه صغيره ملح، ونقدر نضيف جوز هند، قهوه سريعه الذوبان، مكسرات، قطع شوكولاته، حاجه بقى ترجع لذوقنا. بنخلط كل المكونات الجافه مع بعضيها، وبنخلط كل المكونات السائله مع بعضيها باستثناء الميه السخنه المغليه بنجنبها تماما. بناخد السائل نضيفه على الجاف، نقلب نقلب نقلب،
والله الكيكة بتاعتنا هتتعجن، بس هيبقى فيها شوية كلكعة كده مش عجبانة. هنعمل ايه في الكلكعة دي؟ هنفكها بالتلات ارباع كوباية مية سخنة مغلية، نصب فيه صينية مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالكاكاو، ونخبز في فرن سخن على درجة حرارة 180. دي كده كيكة الشوكولاتة. تسألنا على ايه كمان؟ البسبوسة. بسبوسة بسبوسة يا بسبوسة، ماشي. هنجاوب على البسبوسة كمان. كوباية ونص سميد، بيضة، تلات ارباع كوباية سمنة، تلات ارباع كوباية سكر، كوباية زبادي، معلقة صغيرة خل، معلقة صغيرة أو نص معلقة صغيرة سائل فانيليا، ورشة ملح. بنعمل إيه؟ بناخد السميد نفركه بالسمنة كويس جدا لحد ما يتشبع بيها تماما، وعلى جنب هنخلط البيضة مع الخل مع الزبادي مع السكر مع الفانيليا. نقلب الكلام الجميل ده وناخده نحطه على السميد اللي اتفرك بالسمنة لحد ما رمل خالص. نقلب أقل تقليب في العالم، مجرد إن هما يتخلطوا، ونسيبها كده مركونة على جنب ساعة نص ساعة، ما يجراش حاجة. ركناها، هنجهز صينية هندهنها بالطحينة أو بالسمنة، صينية بسبوسة اللي حرفها صغير، نصب فيها خليط البسبوسة. ولما نصبه أرجوكوا المرحلة دي بالتحديد مش عايزة عجن خالص، مجرد صب وبمنتهى الهدوء نفردها. لو لقينا وشها مش راضي يتنفرد معانا ومنعكش، رشة مية، تنديعة مية خفيفة جدا وبالمقدار معلقة كده بتتفرد معانا في ثواني، ونخبزها في فرن برضو سخن على درجة حرارة 180. وهي بتتخبز هنكون بنحضر الشربات بتاعها، شربات خفيف سخن. أول ما تطلع وهي سخنة مولعة تتسقي بالشربات السخن المولع، تتغطى بورق الفويل، تتركن على جنب، تاكلوا أحلى بسبوسة. إيه تاني؟ مفيش، خلاص جاوبنا كله؟ طيب خلاص، أنا كده أديت مهمتي للمجتمع. أنا كده يا جماعة أديت رسالتي وجاوبت كل أسئلتكم. بفكركم تاني إن حلقتنا النهاردة كانت حلقة سندوتشات باردة، تنفع للمناسبات السعيدة، تنفع للنادي، تنفع للسفر للمصايف، تنفع للولاد في المدرسة، تنفع عشاء خفيف، غدا خفيف، ليها كذا استخدام، كلهم أحلى من بعض. وزي ما شفتوا طريقتها سهلة، من مميزاتها إن كل صوص من دول مع أي بواقي في البيت يعمل لكم سندوتش ممتاز. بفكر تاني ان احنا نراعي دايما السندوتشات اللي فيها جبن، مايونيز، تونة، ما نعرضهاش لحرارة. ممكن كول بوكس صغير نحط فيه الشنط اللي بتمنع الحرارة دي، بقت موجودة في كل مكان دلوقتي واسعارها معقولة. نجيب واحدة للولاد لما يكونوا رايحين تمرين او رايحين مصيف او اي حاجة، عشان لا قدر الله ما حدش يتعب من الاكل. ودي كانت حلقتنا النهاردة، اتبسطت جدا معاكم، وهشوفكم ان شاء الله بكره على خير في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. كنت معاكم ساره عبد السلام، وهكون معاكم بكره تاني. مع السلامه.